السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء السادس من شرح برنامج إيكويست، وده برنامج خاص بالإنرجي سيموليشن. طيب الشاشة اللي هتظهر بعد كده، هو في كذا شاشة بتبدأ تمشي عليهم واحدة واحدة. دلوقتي وصلنا لـ Activity Area Allocation، إيه النشاطات اللي موجودة في الغرف اللي عندك. المهم إن هما مجموعهم كلهم النسبة المئوية يبقى 100%، يعني لو خليت دي مثلا 60، تمام، لازم تخلي دي مثلا 20، بحيث تبقى نسب مئوية. تقدر تختار بقى من هنا النشاطات، مثلا هنا هتبقى لاوندري، مثلا هنا هتبقى مثلا دينينج اريا، وهكذا. تقدر تشوف ايه الانشطة اللي موجودة اللي انت عايزها، تمام. ممكن تقول له all other او select، فيلغيها لك خالص، تمام. يبقى دي مثلا تبقى 6 بالشكل دوت، تمام، عشان يبدأ ان هو يبدأ يوزع الانشطة اللي موجودة، تمام، بحيث ان كلها تبقى في 100%. هنا ديزاين ماكسيمم سكوير فيت للبيرسون، تمام. واي حاجة انت مش عارفها هتعلم عليها وتدوس رايت كليك، فيبدأ يجيب لك ايتم هيلب، يبدأ يجيب لك معلومات، يبدأ يجيب لك توتوريال، سواء من الملف دوت او بي دي اف او حاجة خاصة بالليد او حاجة خاصة باللايف سايكل كوست، وهكذا. تقدر تشوف الملف نفسه. طيب هنا بقى نكست سكرين، كيوبد لود باي اكتيفيتي اريا، تمام. مثلا اللاوندري هيبقى مثلا اللايتنج فيها قد ايه، هيبقى فيها التاسك، البلاج، يعني الاجهزه الكهربائيه اللي احنا شغال عليها، تمام. دي خاصه بالكيوبد لود. طيب بعد كده ندخل بقى على بقيه اللود، ان كيوبد لود، تمام. يبدأ ان هو يسألك في كل غرفة اللايتنج قد ايه، التاسك قد ايه، البلاج قد ايه. وبعد كده بيقول لك بقى السكادول، هنا بيقول لك ان النشاط بتاعتك، لو انت عندك اكتر، نختار مثلا دي 1 مثلا، هيبقى عندي 2 3 4 وهكذا. تبدأ تختار الايام اللي هتطبق فيها الحاجة ديت، هتشتغل مثلا من الساعة كام للساعة كام وهكذا. طيب لو انا عندي فصل الصيف الحسابات بتاعته بتختلف عن الشتاء، ممكن اقول له هاز سكند سيشن، فالحسابات بتكون مختلفة. هنفتح مثلا الساعة 6 ونقفل، مثلا نشوف انهي الساعة اللي احنا نقفل فيها، تمام، ونبدأ ندخل النسب اللي احنا هنقول مثلا هنا هتبقى 80%، وهنا برضو نقول مثلا 70%، وهنا ممكن تبقى 70%. ممكن تيجي هنا وتبدأ تختار بقى الحاجات الخاصة بالاتباك سيستم. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندخل الداتا، وهو في الاخر يبدأ يدينا الحساب بتاعتنا. طيب هنا بقى السيستم 1 خاص بالتكييف، مثلا احنا هنشتغل مثلا تشيلر ووتر، تمام. لو مفيش نو كولينج سيستم 2، او لو عندك سيستم تاني هتقول له انا هشتغل مثلا بتشيلد ووتر. طيب هنا الهيتنج سورس بتاعي نو هيتنج، مش محتاجين هيتنج، احنا اصلا في بلد حر مثلا، تمام. السيستم تايب بتاعك تبدأ تختار بقى في اي في وهكذا. وبعد كده هنا بقى السيستم اساينمنت تو ثيرمال زون، نبدأ نشوف ايه الزون اللي عندنا. ممكن نقول توب فلور اونلي او كور زون اونلي، تبدأ تدخل الداتا بتاعتك. هتلاقي بدأ يظهر لي حاجات كتيرة جدا في التكييف، زي مثلا عندي كام زون، التمبريتشر اند اير فلو في الزون، سيستم كيوبيد وان كيوبيد. نبدأ ندخل الحاجات ونشوف ازاي نغير، بدل ما في الفيرنهايت هنخليها بالدرجات السيلزية زي ما احنا متعودين. الزون تمبريتشر، الاندور قد ايه، والسبلاي قد ايه، وكذلك في الهيتنج ديزاين تمبريتشر، والاير فلو المينيمم قد ايه، كم كيوب فيت بير مينيت على القدم المربع وهكذا. طيب نفترض ان احنا دخلنا البيانات كلها، هقول له ايه فينيش، تمام. فهو بيبدأ ياخد البيانات ويبدأ ان هو يتعامل معاها ويبدأ يعمل الحساب بتاعتها، ويبدأ يظهر عندي هنا ال 2D وال 3D. طبعا كل ما بتدخل داتا اكتر كل ما يبدأ يدخل فيه التفاصيل، تمام، ويبدأ بقى يجيب لك الاناليسز اللي احنا عايزينها. طيب نقدر احنا هنا نيجي على كومبوننت 3، نبدأ نشوف عنصر عنصر من اللي موجودين، حيطة حيطة، عمود عمود، سقف سقف، أي حاجة أنت عايزها
تقدر تعمل عليها سيلكت وتشوف البروبرتيز بتاعتها، الخصائص بتاعتها اهي، وتقدر تعدل فيها الاكيوبمنت والدي لايت والكونتنت واللايت وكل حاجه. تمام، ده في الجراوند، في التوب، كل حاجه في المشروع هتلاقيها موجوده هنا بالتفصيل. تمام، ممكن تقول له ديفاين لينك، ممكن تقول له انا عايز اضيف عنصر اخر، كل المواصفات. ممكن حتى تلغي، تعملها ديليت لو في اي حاجه مثلا انت مش عايزها. طيب هتلاقي عندك هنا من فيو دي البروجكت انبوت اللي احنا واقفين عليها. ممكن اقول له انا عايز الاوتبوت، النتيجه اللي هتطلع لي بقى في الاخر. تمام، فتبدا بقى تطلع لي كل التقارير اللي المفروض تظهر معايا بالشكل ده. تمام، زي ما انت شايف الشهور كلها من يناير لحد ديسمبر، هنا المونثلي يوتيليتي بس، وهنا كل المعلومات اللي انت ممكن ان انت تحتاجها هتلاقيها موجودة هنا بالتفصيل. طيب بعد كده ممكن نيجي هنا عند المود، ده الويزرد، ممكن تقول له انا عايز الديتيل. طيب ممكن اقول له هنا انا عايز ارجع للانبوت. طيب انت خلصت بقى، احنا لسه مخلصناش، في دروس كتيرة، يمكن مثلا 20 درس كمان على ما اخلص. بس ممكن انت عايز تعمل اكسبورت، فتيجي هنا تقول له انا عايز اصدرها للاكسل سي اس في، عايز اصدرها كليد ريزولت، عايز تصدرها كسبيس لودر ريبورت. تقدر تصدر كل المعلومات زي ما انت عايز، والبرنامج ده معتمد من الليد، فالنتائج بتاعته ان شاء الله موثوق فيها الا لو في خلل في الانبوت. وطبعا انت ممكن تيجي هنا تبدا تشوف الانترنال لود قد ايه، الووتر سايد شفاك، تبدا تدخل في الاعداد بتاعته اهوت. تمام، زي ما احنا دخلناها لو في اير سايد شفاك ظهر معانا اهوت بالشكل دوت، وتقدر تعمل سيلكت على اي عنصر هيبدا يعمل لك سيلكت عليه هنا على اساس تعرف العنصر ده موجود فين. اليوتيليتي، تمام، فمعلومات كتيرة جدا، احنا لسه في انفورميشن كتيرة ما دخلناش، هندخلها مع بعض بإذن الله في الدروس اللي جاية، لكن حبيت ان انا اوريك في الاخر هنوصل ليه.